احلى مسا عليكم جمهوري العزيز ومتابعين الكتير. كبير؟ لا انت كبير، متابعين هم اللي كتير. لما اقصد طبعا احنا كلنا سمعنا عن الحركه النسويه المغرضه اللي قامت ضد الكبير اليومين اللي فاتوا، ومن ساعتها انتشرت الاقاويل والمواويل وتاهت الحقيقه في زحام المدينه. القريه؟ احنا مش مدينه. انت هتقف لي على الوحده يا كبير. تاهت الزفت الحقيقه في زحام القريه، واحنا دينا لكم النهارده نقطع الشك باليقين ونعمل لقاء مع المدني عليه شخصيا. رحبوا معايا بالمدني عليه. السلام عليكم، ونقولوا خير صباحين وبيض على الابيض. وبيض على الابيض ان شاء الله، منور السنه اللي بتاعتي يا كبير. بنورك يا ادرس، بنورك وبنور اللي بتعلم دوره دي. ايوه الهاله دي. ايوه في البدايه كبير، ايه ردك على الاتهامات اللي بتقول ان انت لا تؤمن بالمساواه بين الراجل والمراه؟ افترى، كل ده افترى. انا اكتر واحد في الكون مؤمن بالمساواه بين الرجل والمراه. واه دي مفاجاه كبير. حتى بنطبقوها في البيت بيني وبين مرتي. بتعملوا يا كبير؟ انت مالك يا راجل ومرته؟ انت مالك؟ ايوه عشان الراي العام يا كبير. ماشي، انت مش غريب يا ادرس، يعني كلام في سرك. في سرنا كلنا. يعني لما نجوا نتغدوا انا والمدام غديوه حلوه كده، نجيب لنا فروجه ناكلوها سوا. واه ايه فروده كامله ليك انت ومرتك؟ هتنق عليا ولا ايه؟ لا ما قصديش يا كبير، اتفضل كمل. اجيب فروجه وشقها بالطول، ما بشقهاش بالعرض. قولي ليه؟ ليه يا كبير؟ لاني لو شقيتها بالعرض حاكل الصدر وهي تاكل الوراك، والوراك كلها تاكل السترول. انا ما ارضاش اقضيها على مرتي، يعني اشاركها حتى في الكوليسترول. افهم من كده يا كبير ان انت بتاكل صدر وورك لحالك، ومرتك بتاكل صدر وورك لحالها. قل اعوذ برب الفلق، انت بتحسدني في وشي يا عين عينك. قصدك كتير يا كبير. انت بتفتح من جيب ابوك. صح كمل يا كبير. مهم قصره. لما نجي نحله ونجيبه صنيه بسبوسه. هو صنيه بسبوسه لحالك انت مرتك؟ اهدتي نغزه. فين النغزه دي يا كبير؟ بتحسدني على النغزه؟ ده مرض يا حتير، حسد الغوازي على مقدرها. بقول لك ايه يا غرف ده انا ماشي. خلاص يا كبير امسك نفسي. طيب ننتقل الى سؤال اخر، ايه ردك يا كبير على الناس اللي بتقول ان انت بتتحكم في لبس مرتك مثلا؟ عشان الله انا مش من البشر دي، انا مع الحريه، ما اختارش المرتي واصل. انا بفضل الله جايب لها جلاليب وعبايات سود جميع الالوان، هي حره، اللي عليها تلبسه. ثانيه واحده يا كبير، كيف جلاليب سود جميع الالوان؟ مشيات. حاضر نمشيها كلنا. طيب دلوقتي يا كبير بالنسبة لموضوع العمل، ايه رأيك في شغل المرأة؟ عادي، دي نصف المجتمع يا هاد. يعني انا مثلا بهم لمرتي شغل البيت كلاته، تعمل هي عايزاه، وما بعرضش عليها اني اساعدها ولا مرة عرضت عليها اساعدها. قولي ليه؟ ليه؟ عشان ما تحسش يا حرام يعني انها ضعيفة. الله الله على قلبك يا كبير. اسمح لي يا كبير، انا شايف اننا بنتحسس على المشكلة باستحياء، يا ريت نخش في صلب الموضوع اللي احنا دايين بصدده دلوقتي. ايه ردك على الاتهامات المغرضه اللي بتقول ان انت بتنحاز للراجل على حساب المراه؟ العكس صحيح. كيف يا كبير؟ انا منحاز للمراه اكثر من الرجل. وضح يا كبير. يعني زمان لما كنا نلعب مورتال كومبات انا كنت بلعب بمين؟ بسونيا. صح. وكنت بكسبكم كلاتكم بيها. صح. بالرغم من اللعبه كلاتها اولاد. وكيف التران؟ عمك اشرف كان يحب يلعب بريديان. مين ريديان؟ ريديان الصيني ده اللي لابس قفه، اللي يقول ضربت بابا ليه؟ ضربت بابا ليه؟ مسلسل كان بيقول لي نفسي افهم. ضربت بابا ليه؟ ضربت بابا ليه؟ بس انت كنت حريف يا كبير، كنت بتكسبنا كلنا بسونيا، كل شويه سونيا وينز، سونيا وينز، وتقعد تقول لنا كسبتكم بحته حرمه يا شويه مخابير، حته حرمه ما تفرقش. يا دي عكس المحتوى. ايوه صح. نعدي النقطه دي. مخبل ده، الفيديو ده هياخد اكبر نسبه ديسلايك في التاريخ. قصروا. أنا حابب أقول كلمتين. البت زي الولد، ما هيش كمالة عدد، في الاحتمال والجلد مشهورة بالمعجزات. يا سلام يا سلام، قد إيه حلو الكلام.